نور قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم. أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فوزا عظيما. أمثل الإمام الطهر موسى بن جعفر أمثل الإمام الطهر موسى بن جعفر يشرد عن أوطانه وأهاليه. يطاف به رحب البلاد مقيدا بلا ملجأ إلا المحابس تأوي. فسال محبس السندي فسال محبس السندي أي حشاشتي أذيبت وذاك السم
ما عذر ساقيه غريب يا باب الحوائج غريب 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 بلا فاد لو ينفع الفدايا لراحت نفوس العالمين تفاديه فسل جسر بغداد عن النعش من سعى فسل جسر بغداد عن النعش من سعى عليه وما نادى عليه مناديه ارفع صوتك معي على حساب الإمام موسى بن جعفر فسل جسر بغداد وإله عن النعش من سعى عليه وما نادى يا عليه مناديه أيحمل حمال النعش بن جعفر وينعاه ذلا بالمذلة ناعيه وامر الطاغد شيل بن جعفر حماميل شالوا الجنازة ولا مشت خلفه رجاء وعلى الجسر ذبوه وبرجله زناجي وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعر شيعة علي الكرار فجعتهم شديدة من عاينوهم قيدوا بالساجد بعد وعلى الجسر ذبوه ما فكوا حدي قالوا يا ابو ابراهيم يومك صاير قشر عزنتي بدل يا فخر طيبة وتهامي كل يوم نترجاك تطلع بالسلام ثار الدهر بقلوبنا ثور سهامي فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر أيوة إماما ردت الشيعة نوح والحالة فظيعة ينادون بالذل وفجيعتهم فجيع فوق الجسر مطروح يا كعبة الشيء وسمي مرة جبدتك واللون مصفر وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
السلام على صاحب السجدة الطويلة، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، السلام عليك أيها العبد الصالح. فقرات من زيارة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ونحن الليلة في رحابه وعلى مائدته، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعن مكروبينا وأن يقضي حوائجنا بجاهه، فهو باب الحوائج إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. كلنا نتوجه إلى الله بجاهه في هذه الليلة، ولساننا يقول يا سميع الكليم جئتك أسعى، يا سميع الكليم جئتك أسعى، والهوى مركبي وحبك زاد، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب المراد جد الجواد. اللهم اقض حوائجنا به يا رب العالمين، بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلوا عليهم بأعلى أصواتهم. ثانيا وثالثا على حب الإمام موسى بن جعفر صلوات الله. أحاول أن ألخص الحديث حول الإمام سلام الله عليه منطلقا من فقرات الزيارة التي بدأنا بها. هذه الكلمات مما يزار به الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، والزيارة واردة على لسان المعصوم. الأئمة سلام الله عليهم هم الذين يأتون بمثل هذه النصوص، يقولونها، يعلمونها لشيعتهم من أجل أن يتأدبوا وهم يقفون على قبور الأئمة سلام الله عليه. طبعا أنت إذا وقفت على قبر الإمام، على قبر أي إمام من الأئمة رزقنا الله وإياكم، إن شاء الله تستطيع أن تزور الإمام بما تريد، يعني لا يمنعك أحد أن تكلم الإمام كما تريد وبالطريقة التي تريد، وما يخرج من القلب يقع في القلب، فأنت تستطيع أن تكلم الإمام بعبارات أنت تقوم بصياغتها، أو تكلم الإمام بعفوية معينة بينك وبينه بلغة فصيحة أو بلغة دارجة، ليس في ذلك إشكال أبدا، ولكن الأفضل أن تزور الإمام بالوارد بما ورد، لأن الأئمة تعبدون بهذا. يقول لك إذا وقفت على قبورهم إما أن تأتي بنص جامع كزيارة الجامعة مثلا، والتي يستحب أن يزار بها جميع الأئمة سلام الله عليه الواردة عن الإمام الهادي، أو أن تزور الإمام المعين بالزيارة المعينة التي تخصه، لما تقف على قبر الحسين بن علي سلام الله عليه
تزوره إما بعاشوراء أو بوارث أو بالزيارات المنصوص عليها. حينما تقف على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تزوره بالزيارات الواردة خصوصا له، هذا أفضل. لماذا؟ لأنه لا يعرف حق الإمام إلا إمام مثله، فهو يعطيه من العبارات اللائقة به، يعني يوصف الإمام كما يجب أن يوصف الإمام، لا ينتقصه في وصفه أو لا يغالي مثلا في وصفه، فإنه يعطيه ماذا؟ يعطيه الدرجة المثلى التي لا بد أن يخاطب الإمام بها بلا زيادة وبلا نقيصة. هذا هو الأفضل، وإلا فكما قلنا يصح لك أن تزور الإمام بما أردت وأن تخاطب الإمام بما أردت طالما لا يوهن ذلك من شخص الإمام ولا من مقامه، ولا بد أن يلتفت إلى الزيارة. يعني للأسف نحن نتلقى الزيارات بشكل روتيني بشكل اعتيادي، حينما أدخل على الإمام آتي أقرأ الزيارة من أجل أن أصل إلى الصفحة الأخيرة من الزيارة، أطويها طيا. هل هذا لابد أن يعاد النظر فيه؟ يعني أنا لما أقف أمام الإمام أنا أخاطب الإمام، أنا بحضرة الإمام، لابد أن أتأدب بحضرته، أخاطبه والإمام يسمع، الإمام يسمعني. لما يسمعني الإمام أنا حينما أدخل على شخص موقر محترم لابد أن أتأدب حتى في حركاتي، حتى الحركات الصادرة من قبلي أتأدب بها إزاء من أقف عنده، فما بالك بأعظم الخلق أجمعين، ما بالك بالقدوة، ما بالك بالحبال الممدودة بين السماء والأرض وهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لابد وأنا بحضرتهم أن أتأدب أدبا كاملا جدا، فآتي أحاول أن أغوص وراء المفردات، يعني أتأمل فيما أقرأ، أجود ما أقرأ جيدا، أن أتأنى في القراءة في الزيارة، أراقب حركاتي وسكناتي وأنا أنطق بالزيارة وأنا في حضرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وألا أشتغل بالأمور الأخرى يمينا وشمالا بقدر ما أستطيع. هذا كله من أدب ماذا؟ من أدب الزيارة. يلخص كل هذا الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه في مفاتيح الجنان، يلخص كل الآداب في كلمة واحدة: أن تستشعر أنك أمام الإمام وبحضرته وأن الإمام يرى. لخص كل ذلك في كلمة واحدة جامعة ومانعة في الواقع، حتى عند غير المعصوم. يعني نحن في الحسينيات في المآتم منتديات الإسلامية لما نأتي بالزيارة لا نعطي الزيارة اللائقة بها من الوقت ومن الاهتمام مثلا، يعني لما نراجع الفقرة التي تقرأ فيها الزيارة ربما لا ينصت أحد، لا يسمع أحد، ممكن يقول لك قلدناك الدعاء والزيارة وهو لا علاقة له بذلك، إما يأكل أو يشرب أو يتحدث أو يضحك، حالة من الضجيج، حالة من الفوضى، حال قراءة الزيارة، والحال الزيارة كلام المعصوم لا بد أن يرعى. المعصوم أهم من الخطيب، المعصوم أهم من المحاضر، المعصوم أهم من كل أحد، هو سيد الجميع والجميع بخدمته، إنما جاءوا بخدمته. فأنا حينما أنصت لخطيب وأنصت لمحاضر لابد إذا قرأت الزيارة أن أنصت للزيارة، وحتى القارئ إذا وجدت الظرف لا يناسب قراءة الزيارة لا تقرأ الزيارة طالما لا يوجد اهتمام،
طالما لا يوجد التفات، طالما تشعر أن الجو لن يعطي الزيارة حقها، لماذا تكلف نفسك وتكلف الناس العناء؟ وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يخسرون هذا الجو العظيم في التأثر بهذه الكلمات. لابد أن تهيئ الأجواء لها أولا ثم تأتي بها. على كل حال هذا من أدب الزيارة. تعال إلى الفقرات هذه التي نحن بصدد الإمام فيها. السلام عليك أيها العبد الصالح، مما يزار به الإمام. أعظم وصف يطلق على إنسان تصف المقامات التي وصل فيها إلى الله أن تنعته بهذا النعت وأن تصفه بهذا الوصف. هذا الأمر نذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوميا مرات ومرات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوا على محمد. فتثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة العبودية الحقة لله، أنه جسد العبودية بكل أبعادها لله عز وجل، فتتقدم العبودية على النبوة على الرسالة، فتأتي بها قبل ماذا؟ تشهد له بالعبودية الحقة لله جل وعلا قبل أن تشهد له بماذا؟ بالرسالة، بأنه رسول. لأنه لو لم يكن عبدا مخلصا لله لما كان رسولا، لما كان نبيا. ولذلك هذا وصف دقيق. واذكر في الكتاب عبدنا، يصف الله أنبياءه بهذا الوصف. تأتي إلى بعض الشخصيات أهل البيت ينعتونها بهذا النعت، يطلقون عليها هذا الوصف. هذا يدعو للتأمل، يعني مقام كبير جدا قطعه وصل له الإمام موسى بن جعفر، تخاطبه السلام عليك أيها العبد الصالح. أبو الفضل العباس سلام الله عليه بالزيارة، السلام عليك أيها العبد الصالح، درجة من الدرجات، طبعا لا تصل إلى درجة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، لأنه الإمام المعصوم على خط العبودية الصالحة. بلى، منزلة عظيمة جدا، لكن عبودية المعصوم تختلف عن أي عبودية أخرى لله تعالى، لأنها بلغت الذروة، بلغت أقصى ما من الممكن أن يصل إليه إنسان. ولذلك الله تعبدنا بطاعتهم، لأنهم خير من مثل الله، لأنهم خير من مثل الله على الإطلاق، ومثل العبودية لله تعالى. الإمام موسى بن جعفر لما تأتي إلى حياته تراه دائما مع الله، تراه متصلا بالله تعالى منقطعا لله، يحدث عنه. تقرأ الفقرة الأخرى من الرواية تبين هذا الأمر، أو من الزيارة، السلام على صاحب السجدة الطويلة. يصف المؤرخون هذه السجدة، يفتحوننا عليها، يقولون سجدة من بعد صلاة الصبح لا ينفتل منها إلا عند صلاة الظهر. شيء عجيب في الواقع، تربية رياضية عالية جدا، نفسانية ما من الممكن أن يوفق لها كل إنسان. يعني أنت حينما ترى هذا الذي يضبط صلاته من المؤمنين ومن الناس، كم تقدر سجوده؟ السجدة الواحدة عنده كم تأخذ من الوقت؟ لا تأخذ شيئا. وإن كان ترى المعيار ليس بماذا؟ المعيار ليس بالكثرة، ليس بالكم، لكن أيضا هذا عند موسى بن جعفر لابد أنك تضعه على ماذا؟ على خط معرفة الإمام سلام الله عليه، لأن قربه من الله جسده بماذا؟ جسده بالسلوك والعمل، جسده بهذا السلوك، بحيث وجد لذة في مناجاة الله تعالى. وأقرب ما يكون العبد لله كما في الرواية متى؟
هو ساجد. لذلك أنبياء الله الأولياء الرسل من وصفهم أنهم كانوا يطيلون في سجودهم، هذا يدلل على حلاوة التعبد، على قوة العلاقة بينهم وبين الله جل وعلا، وعلى انفتاحهم على الله عز وجل. الإمام موسى بن جعفر كان بهذا المستوى، وأين كان يعني الجو ربما لم يهيئ له، فحول ماذا؟ حول النقمة إلى نعمة. هذا دعاؤه كان: اللهم إني كثيرا ما كنت أدعوك أن تفرغني لعبادتي، اللهم وقد فعلت فلك الحمد يا رب العالمين. وين هذا دعاء؟ دعاؤه في السجن، هذا الدعاء بالسجن كان. السجن يطبق على أنفاس الإنسان، يضغط نفسيا عليه، يؤذيه كثيرا. سأل الله يفرج عن جميع المسجونين إن شاء الله ببركة الإمام سلام الله عليه. هذا ليس بالأمر السهل، مو سجن أنت أوقف أحد على باب حجرتك ساعة واحدة لا يريدك أن تخرج. يمكن أنا أجلس في حجرتي 5 ساعات ما على الباب أحد ما عندي مشكلة، لكن توقف أحد على الباب يمنعني إلى 10 دقائق أشعر بانقباض في قلبي، صح ولا؟ لأن الإنسان لا يحب الرقابة عليه، لا يحب الضغط عليه. المفترض أن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يتذمر بحسب الظاهر من هذا الوضع، يتأذى من هذا الوضع، لكن الإمام ماذا صنع؟ وإذا به يحول تلك الطوامير، وإذا به يحول تلك القضبان، وإذا به يحول تلك القيود، ذلك الحديد، إلى ماذا؟ إلى ساحة محراب رغم ضيقها يراها الإمام واسعة صلوات الله وسلامه، يراها واسعة لأنه تفرغ فيها لعبادة الله. ومتى شغل الإمام عن عبادة الله؟ وكل حياته ابتداء واستمرارا ونهاية كانت لله تعالى. لكن طبيعة تربية الإمام تراه ماذا؟ تراه مقصرا مع الله، هو يرى نفسه كذلك. كل واحد من الأئمة يرى نفسه كذلك، يرى نفسه المقصر. ويلي كلما طال عمري، يقول الإمام زين العابدين، كثرت خطاياي. لا يوجد عند الإمام خطايا، هو معصوم سلام الله عليه. البعض يقول يسوق الإمام هذه العبارات حتى يعلم الناس، إذا قلت هذا جعلت الإمام ممثلا، وحاش الإمام أن يكون ممثل. الإمام لا، هو بنفسه يستشعر هذا الأمر، هو بنفسه من داخله يستشعر أنه مقصر. وإن لم يكن مقصرا، لون من الأدب الرفيع مع الله عز وجل اقتضته طبيعة الطهر في دواخل الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، وفي دواخل الأنبياء، فأصبحوا يشعرون هذا الشعور، يرونه. الإمام كان يرى نفسه مقصرا، وحاشاه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، لأنه كان بالخارج ربما هو في داخله يعتقد هذا، ربما شغلته بعض الأمور من أجل أن يتوجه لله أكثر، والحال كل حياته لله سلام الله عليه، كل ما يقوم به لله. فكان يدعو الله أن يفرغه لمكان يتعبد فيه، ينقطع فيه لعبادة الله. لما صار بالسجن وإذا به سلام الله عليه يسلم بقضاء الله، يسلم لأمر الله تعالى، يحول النقمة إلى ماذا؟ إلى نعمة، يراها جوا لعبادة الله تعالى، ويطمئن، يرتاح للقاء الله ولمناجاة الله، فيسجد سجدة طويلة من بعد صلاة الصبح لا يرفع رأسه منها إلا عند صلاة الظهر، لدرجة أنه تعجب منه حتى من؟ حتى سجانوه.
تعجبوا من هذه الحالة وكانوا ينقلونها عبر التقارير التي ترفع عن الإمام سلام الله عليه، يتعجبون من هذا الذي يقضي وقته ساجدا، من هذا الذي هو في حالة من الطمأنينة، في حالة من القرب مع الله رغم الضغوط التي عليه، ضغوط على الإمام كبيرة، فراق أحبته، فراق شيعته، فراق أهله، ابتعاده عن نشاطاته التي لا بد أن يقوم بها صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا يضغط الإمام. بالنهاية إنسان ومشاعره عليه أفضل الصلاة والسلام، لكنه سلم لقضاء الله وحبس نفسه على طاعة الله. من أسماء الإمام موسى بن جعفر الصابر، لأنه جسد هذا الأمر، صبر على قضاء الله جل وعلا وعود الناس الصبر. هذا يبين خصلة من خصال الإمام سلام الله عليه، فكان عبدا صالحا من شغل عن عبادة الله أبدا حتى في أحلك أوقاته سلام الله عليه. يصفه بعض سجانيه من البرامكة، يقول: ما رأيته ينطق إلا بذكر الله، يذكر الله دائما وأبدا، لسانه يلهج بذكر الله تعالى. وهذه العبودية حاول أن ينقلها إلى المجتمع. سامع بقضية بشر الحافي وحوارية الإمام معه، لا أريد أن أضيع المجلس بها، معروفة، بس موضع الشاهد لما صارت المحاورة يقول له: لو كنت عبدا لخفت من الله. أنت حينما تدعي أنك عبد لله، صفة العبودية لله صفة كبيرة، صفة عالية، مقام لا ينتحله كل أحد إلا بحق، فيقول له: لو كنت عبدا حقا لله لخفت من الله، أطعت الله تعالى. فتمثل العبودية مسلكا يسلكه، وحاول أن ينقلها إلى ذلك المجتمع الذي كان يعيش فيه، وبالفعل تأثر به حتى مناوئوه، حتى أعداؤه، حتى سجانوه. المسيب بن زهرة مجرم من المجرمين، كان مجرم من المجرمين، من معذبي الإمام، من الذين كانوا يضربون الإمام، من الذين كانوا يشتمون الإمام. بالنهاية وإذا به من شيعة الإمام سلام الله عليه، يعني كان له القدرة أن أثر حتى في من في سجانيه، إمام بهذه الهيمنة، بهذه الروحية العظيمة، كان هو موسى بن جعفر سلام الله عليه. أثر حتى في عائلة السندي بن شاهك، أخت السندي بن شاهك تشيعت لأخلاقيات الإمام، أحفاده أبناء السندي بن شاهك بعضهم من كبار الشعراء اللي اليوم تقرأ أشعارهم على المنابر في أهل البيت. هذا كله ببركات من؟ ببركات التأثير الذي أثره فيهم الإمام موسى بن جعفر. من خاف من الله خاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. فعاش مطمئنا، عاش العبودية ونقلها، جعلها ثقافة لمجتمع كان يعيش فيه. وإذا بذلك الذي أودع في السجن حتى يقلل من نشاطاته، وحتى تبعد العيون عنه، وحتى يفصل عن قاعدته ومحبيه، وإذا به في داخل السجن يفتح بابا للدعوة جديدا، يجعل الشرائح الأخرى تتأثر بالإمام تأثيرا عظيما جدا ما كانت لتتأثر به لو لم يدخل الإمام إلى ذلك الجو صلوات الله وسلامه. زين، هاي فقرة. السلام عليك أيها العبد الصالح، السلام على صاحب السجدة الطويلة، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. تصف الحالة التي عاشها الإمام من الرعب، كل ذلك الرعب ما أثر في موسى بن جعفر. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام،
نفس الإمام كانت كبيرة رغم الألم. السلام على المعذب في قعر السجون. قعر يقول 40 سلمة تحت الأرض. طمورة السندي بن شاهين آخر محطات السجون التي مر بها الإمام. الإمام مر بعدة سجون 7-8: سجن البصرة، سجن القنطرة، سجن الفضل بن الربيع، سجن الفضل بن يحيى البرمكي، وسجن السندي بن شاهك. طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار. يقول الخطيب البغدادي 40 سلمة تحت الأرض، 40 سلمة تحت الأرض، ظلام على كل ذلك، وعلى الإمام من الحديد 30 رطلا. 30 رطل من الحديد على الإمام. تخيل حالة إمامك، تسمع خشخشة الحديد منه إذا تحرك على رأسه وعلى صدره وعلى ظهره وفي يديه وفي رجليه. لا يفك حديده منه إلا عند وضوئه وعند صلاته. ثم يرجع الحديد عليه مرة أخرى، يقولون وظل أثر الحديد عليه حتى لما أخذوا يغسلونه على المغتسل، آثار حز الحديد في يديه وفي رجليه. تقول بعض الروايات بنى الحديد، بنى لحمه على الحديد. هكذا كان الإمام لمن مناد وإماما، وكان يضيق عليه نفسه. بعض العلماء يقول كان من صفات الإمام موسى بن جعفر أن الحر كان لا يناسبه، أي من صفاته. لما تقرأها بالتاريخ أكثر من واحد نص على هالأمر هذا، يقولون الحر كان لا يناسب الإمام، مزاجية الإمام لا يناسبها الحر، يضوج من الحر الإمام سلام الله عليه. ومع ذلك الله تعالى ابتلاه بماذا؟ 40 سلمة تحت الأرض بهذه الأجواء التي عاشها الإمام. شوف شلون الابتلاء، شوف شلون البلاء اللي عاشه الإمام سلام الله عليه، ومع ذلك صابر محتسب. يقولون يضيق نفسه، يريد أن يمر الهواء حتى يتنفسه، يأتي يقف على سلم الطامورة، هناك نافذة، يعز عليكم يا سادة، يعز على المؤمنين، ما أن يدني أنفه وخده حتى يشم شيئا من الهواء، حتى يأتي السندي بن شاهك يلطم الإمام على وجهه. ألا من مناد وإماما، ألا من مناد وسيدا، يا السلام على المعذب. مرحومة عبرتك على حساب موسى بن جعفر، تدمع عيونك عليه إن شاء الله في ضريحه سلام الله عليه قريبا عاجلا. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. سلم عليه، سلم عليه، اقرأ وياي. السلام على ذي الساق المرضوب. مجرب رض الحديد شلونه؟ السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود. السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، وظل الإمام هكذا في ذلك السجن لا يعرف ليله من نهاره. من البصرة لسجن بغداد جابه بحديد وقيد ويدور ذهابه، ذبب سجن مظلم غلق بابه ومنع عنا يا ويل الناس يصلون. فصل لنا يا شاعر قال والله بسجن والسند بن شاهك السجان.
بسجين والسند بن شاهك السجان عليه بكل وقت مغلج البيبان ظل سنين للوادم فلا بان ما يدرون ميت ولا مسجون على ضاق الهوى ومل من حياته على ضاق الهوى ومل من حياته ولا يعرف وقت البي صلاته يقولون إلى أن دعا الإمام على نفسه بالموت وصل الإمام إلى حالة بعد قال ربي أديت ما علي خلاص دعا على نفسه بالموت يا مخلص الشجر من بين رمل وطين يا مخلص اللبن من بين فرف ودم ش عندك سيدي قال خلصني من سجن السندي ابن شاهي يعني اريد اموت بعد ما بي بعد اتحمل وبالفعل عظم الله اجوركم احسن الله لكم العزاء دسوا لامامكم سما ضعافا قد تالا تناوله الامام عليه السلام وظل يعالج مرارة السم منه 3 ايام في سجنه ليس معه احد ظل بهذه الحالة وظل يخبر قبلها دخل عليه علي بن سويد يقول جي الظلام ما اشوف شيء رجعت الى المسيب لا ارى امامي وين الامام قال عندك قدام تسمع خشخشة الحديد من قال ما رأيت احدا لم ارى الا ثوبا ابيضا مطروحا على الارض قد عثرت به قال ان الثوب هو موسى بن جعفر هذا هو الثوب امامك قال يلقاني شيعتي قريبا وين كنا لكناية على جسر الرصافة ببغداد بعدها سم الامام قدم له السم سلام الله عليه يعز عليكم وعلى المؤمنين يعز على ابناء رسول الله يعز على السادة تتصور شلون الحالة يقولون جاء له الاحباش وكان لم يلفظ انفاسه الاخيرة بعد اكو بي نفس عجلوا على الامام اسلكوه في بردة وهو مسموم جعلوه في داخل البردة جلسوا على البردة الى ان قطعوا الهواء عنه فمات الامام مسموما ومخنوقا صح ونادي واماما وسيدا وجاءوا يرفعونه على سلالم الطامورة في تلك البردة يقولون ورأسه وعظامه تلطم في سلالمها حتى تهشم رأسه وتهشمت عظام الإمام وسيدا وإماما واستأجروا 4 من الحمالين يعز عليكم 4 حمالين شايف هو لما واحد اسم اهل البيت عليه خادم يخدمهم الناس تجد شيعة على العين وعلى الراس من كل مكان من كل جانب الامام موسى بن جعفر اخرجوه ببردته اخرجوه بعباءته السوداء كأن واحد من همل الناس لفوه في عباءته السوداء حمله 4 من الحمالين جنازة تسمع خشخشة الحديد منها عليه القيود جو على جسر الرصافة الشيعة وقوف من الصباح يوم الجمعة يشوفون جنازة لكن بهيئة وحشة لا تهليل لا تكبير لا ذكر لله تعالى وإذا بالنداء المفجع على ومن شاء أن يتفرج على جنازة إمام الرافضة الذين يزعمون أنه لا يموت فليأتي على جسر الرصافة ببغداد بعد طرحوا الجنازة على الأرض والله لا أقرأ هذه الكلمات إلا في وفاة الإمام موسى بن جعفر طرحوا الجنازة على الأرض وإذا بالشرطة أخذوا يركلون الجثمان بأحذيتهم
ضج الناس وإماما ونحن ننادي والسيدة واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة. شيع إمامك بعد ذاك متشمت وهذا فوق خده مدمعة. صف لنا أبا يوسف قال والجنازة ويح قلبي على حماميل أربعة فوق ذاك الجسر ذبه ومهجتك يا مرتضى. سمعني صوتي وقف يم جنازته ابن سويد وياه الطبيب شال جفيده وشمه واعتلى منا النحيب قال هذا من عشيره لو بلدتكم غريب جان تسأل عن سبب موته ترى بالسم قضى. يا خلق شفتوا جنازة وبالحديد مقيدة على حمامي الأربعة وتبكي لحالتها العدى حول سليمان صارخ من سماع ذاك الندى قال خبروني الصاير ضاق برحب الفضا قال واللي على الجسر صبان كلهم ينظروا عدهم جنازة حجاز مددوا يتفرجوا قال جيبوها بعجل لي تراد زلزل الكون هذا من بيت النبوة البيدهم حتف القضاء شيعة واقبل باب الحوايج بالمعزة وغسلوا برده بسبعين الف جسم ابن جعفر جفنه نادى المنادي يا شيعة امامكم قوموا احملوا قامت الشيعة بلهفة وللسرير معرضة. شيع امامك ما حل مشية الشيعة من ورا نعشل ما حل مشية الشيعة من ورا نعشل كاشفين الروس جملة من الشري سود الأعلى والنسيت تلطم صدرها والزلم تلطم لها على إمام بالسجين ميت ولا حد غمض بعد عن غريب الغاضرية وين راحت شيعته ريت حضره وقبل ما دوس العوادي جثته عاينه وزينب تنادي من يشيل ويل يا ولاد عدنان ومضر قلت الغيره عن جسر بغداد عن جسر بغداد ارفعوا شيخ العشيرة ذبوا العمايم ذبوا العمايم راح اسكم يقول راح شرفكم ذبوا العمايم وامشوا بجانب سريرة ايرام البراءة عند الناس من دمي. والله يشهد ما كانوا بريئين يا ابن النبيين كم أظهرت معجزة في السجن أزعجت فيها الرجس هارون.
إخواني قبل ما أختم، الجماعة هنا الكرام بالإدارة يطلبون الجمع إلى مؤمنة مريضة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، 2-3 يجمعون لها، وأجركم على الإمام موسى بن جعفر فرج الله عنا عنكم عن المؤمنين جميعا به إن شاء الله. إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا رب العالمين، حرم أجسادنا على النار، فك كل أسير بجاه الإمام موسى بن جعفر، ارحم كل شهيد يد، واحفظ حماة الدين المخلصين العاملين يا رب العالمين المؤسسون، تقبل اللهم عملهم، ضاعف أجرهم، إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا من أوصاني بالدعاء، اللهم اشف مرضاهم، ألبسهم ثوب الشفاء والعافية، صب عليهم العافية، تصبغ عيون أهلهم بهم يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا موتاكم، موت المؤمنين والسامعين، لا سيما موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.